نرحب بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، قدر الله ما شاء فعل، هزيمة غير متوقعة. هارد لك يعني، الحمد لله على كل شيء، وانت مش متعود على هذا الشكل يعني، لكن هي مباراة عصبية. صحيح. وانت مشيت معاها في نفس الاتجاه. لعيبة الجزائر كانوا اجريسيف جدا جوه الملعب، والحكم كمان في اي فاول في اي حاجه تليه بيتناول التعليمات مع اللعيبه بشكل، هو اصلا متعصب ومتنرفز، فوصل كمان انك انت مالكش معاه اي اتجاه انك انت تعرف تاخد حقك. حتى جالك ضربتين جزاء ما خدش منهم اي حاجه. اي حاجه بتحصل في الملعب، الفرقه الثانيه عندها ثقافه التعامل في الملعب، انت حاسس انك يمكن نقص لياقه النهارده او حاجه زي كده هي اللي مخلياك تبقى اوفر اكت، يعني بتعمل فوق طاقتك النهارده عشان تبقى موجود جوه الملعب. فرقه جايه من معسكر ما لحقتش تبقى عندها سنس المباريات والعوده تاني. فانا بشفق على اللعيبه بتاعتي النهارده حقيقه. هو ده الوضع الطبيعي اللي انت شفته. ولكن انت تاني هاف تايم ايمن، الشوط التاني انت عندك كم من الفرص لو اتعاملت معاها بهدوء وبرؤيه وبنظره صحيحه جدا لكل اللعيبه اللي جنبك، وعدم العصبيه وعدم السربعه، هو ده اللي بيضيع الكوره. يعني الفرقه التانيه تاني هاف تايم بتلعب الكرة الطويلة على ناحية علي معلول، وبيثبت لك حد من الناحية دي بيحاول يخترق أو أي حاجة، وبيعمل الكاونتر اتاك على أساس إنك أنت طالع كلك بخطوطك كلها وسايب نص ملعبك مكمل. أيوة. وده اللي إحنا كنا دايما بنقول لما بنبقى متأخرين بهدف بيحاول الفرقة اللي قدامك إنها تستنفذ كل قوتك بالك وتلعب على الكاونتر اتاك إنها تباغت بالهدف التاني، وكان ممكن يجيبوا هدف تاني لو هم عندهم الكثرة العددية الناحية التانية عندك، ولكن هم كانوا دايما بيحاولوا معاك ويشاغبوا معاك بلاعب أو اتنين اللي هو بيروح للناحية التانية. هم ما سعوش الشوط التاني، هم كان بالنسبة لهم هم الحفاظ على النتيجة 1-0.